نحن اليوم عم نقوم بواجباتنا، عم نجي ننتخب على وعسى بيصير شيء جديد شيء حلو لهالبلد. اكيد مش نقص العالم، يعني خلص ما بقى فينا نشوف انه او نلاقي لهم اعذار، ما بقى في اعذار. بس المشكله تفاجات هلا انا جاي انتخب هون، تفاجات بهالفوضى اللي موجوده هون، ورئيس القلم هون حضرته ماخذ عطله، مقل مرتاح عم يرتاح. احنا يعني طلعنا ارسال شريط فيديو بالتفصيل كيف لازم يتم العمل بنهار الانتخابي. الناخبين الموجودين معنا اللي حيكونوا ب 15 ايار هن رؤساء اقليم كهيئه علم عم بيديروا العمليه الانتخابيه، للاسف ما كان عندهم المام كافي عن اليه الاقتراع، وهيدا مؤشر خطير نحن بنعتبره بالجمعيه، لانه هن بدهم يساعدوا الناخبين ويرشدوهم نهار الانتخابات على اليه الاقتراع. في 3 سنين نحن دعوسنا فيهم، سو لا اكيد مش نقص العالم خلص.